بقينا نوع واحد من الكيميكال رياكشنز اللي هو substitution reaction. هلا من كلمة substitution اللي هي جاية من الverb substitute، فأنا بدي أعمل replacement، أشيل شيء وأحط محله شيء، فهي بتكون substitution هي replacement للهيدروجين أتوم باي بحط محلها الكلورين أتوم. يعني أنا بقيم H بحط محلها Cl، ولازم يكون الشرط الأساسي إنه أنا لازم يكون عندي sunlight. أوكي، فهلا رح نعمل substitution للميثان CH4 مع Cl2، وهاي الرياكشن بس بيعملوها الألكين. نحنا بس حناخد منا الميثان، الميثان اللي هي بتكون عندنا N equal 1 من الألكين. اوكي، كيف بتصير عندنا هاي الرياكشن؟ هلا هون انا عندي CH4 اللي هي هيك H، بنزيد عليها Cl2 اللي هي 2Cl، فبتصير عندنا ريبليسمنت من ام وحده H وبنفوت محلها وحده Cl، فبتيجي هاي Cl لهون وبتروح هاي ال H لهناك، فبيصير عندنا هيك CH H H، امنا H حطينا محلها Cl، وش راح يبقى عندنا هاي ال H مع ال Cl اللي هون، فبتعطينا H Cl. فإذا احنا عم نكتبها as a condensed فهي CH3 Cl plus H Cl، وهيدا المركب اسمه كلورو ميثان. اوكي، هلا إذا أنا قاعد عم بكمل للرياكشنز، يعني أخذت هيدا الكلورو ورجعت حطيت عليه Cl2، شو حيصير معنا؟ CH H H Cl، نفس الستبس اللي أنا عندي إياها، بشيل واحدة Cl واحدة H بحط محلها Cl، فبتطلع عنا إياها هيك، بتصير C H H، إمنا هاي ال H حطينا محلها Cl، صارت هون عنا Cl، فال H اللي هون مع Cl اللي بقيت هون بتعطينا H Cl، وهون كان عندي H Cl فبصير عنا 2 H Cl. هيدا المركب شو اسمه؟ اسمه داي كلورو ميثان. هلا انا ما حطيت 1 1 لانه هي بالاصل 1 كربون، يعني انا دغري بحطها داي كلورو ميثان. رجعنا كملنا من هذا المركب اللي احنا وصلنا له، ورجعنا عملنا نفس الشيء Cl Cl، ورجعت عملت ريبليسمنت، قمت وحده اتش اللي هون وحطيت محلها Cl، فصارت عندنا اياها هيك Cl H Cl Cl plus كم H Cl صار معنا؟ هلا هاي مع اللي بقيت من هون حتطلع عنا H Cl، ومع التو بصير عنا 3 H Cl. هذا المركب هون شو اسمه؟ التراي كلورو ميثان. اجينا جبنا التراي وعملنا نفس الشيء عليه H، عملنا ريبليسمنت لل H باي 1 Cl، فطلع عنا هيك تت بلس 4 H Cl، وهيدا اللي أنا بسميه تترا كلورو ميثان. يعني أكتر المركب اللي فيه أوصله من substitution هو التترا كلورو ميثان، أكتر من هيك أنا مستحيل أوصل، لأنه خلص الكربون صارت عاملة 4 points مع ال Cl. هيك نحن بنكتب إذا قال بده كل ال equations اللي عنا إياتهم. أما إذا قالنا مثلا بس بدي 1 equation، حطينا CH4 مع Cl2 شو رح يطلع عنا البرودكت؟ بس in 1 equation ما بكتبهم كلياتهم، دغري شو بتصير عنا إياتها؟ من ام وحده H صار عنا 3، ومندخل وحده Cl plus H Cl، فانا بس بكتب 1 equation. طيب اذا كان معطينا انه 1 ميثان مع 2 Cl2، يعني انا بدي اعمل substitution مرتين، فانا كم مره باقي لما هن 2 Cl2؟ فانا بكون عامله replacement مرتين، فدغري بقيم 2 H واحط محلهم 2 Cl2 plus 2 H Cl. طيب اذا كان مغير نمط السؤال وقال الهيدا اللي عندنا اياته اللي هو تراي كلوروميثان، كم Cl2 بكون عامل؟ بما انه انا صار عندي هون 3 كربون فانا بكون مدخله 3 Cl2، واذا كان معطينا اياته التترا 4 كلورين فهون بكون عندنا اياته 4 Cl2. والسلام عليكم.